بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنبتدي ليسون 1 جونيور 5. تمام، أول درس عندنا اللي هو الأبروكسيميشن. تمام، يونت 1 المفروض اللي هي الفراكشن. أول ليسون في الفراكشنز اللي هو الأبروكسيميتنج ذا نيرست هندرث والنيرست ايه ثاوزنث. طبعا ريفيو سريع كده على الابروكسيميشن اللي كنا خدناه السنين اللي فاتت بقى لليونتس او للترس. تمام، احنا عندنا دلوقتي، انا عندي دلوقتي نمبر 12 مثلا، عايز اعمله ابروكسيميت تو ذا نيرست تنس. تنس اللي هي الديجيت اللي هي التنس، طبعا دي اللي هي اليونتس ودي التنس. لو عايز اعمله ابروكسيميشن تو ذا نيرست تنس فبشوف فين التنس اهي. تمام، بشوف الديجيت اللي على الرايت سايد بتاعت البليس فاليو اللي انا عايز اعمل لها ابروكسيميشن. تمام، وبشوف الرقم ده لو هو فروم 0 تو 4 فبنقول عليه whole number. تمام، فبيبقى ده approximated لكام؟ لتن. طيب لو انا عندي بقى ده 17 وعايز اعمله approximation ل to the nearest tens. تمام، ادي التنس، ادي النمبر اللي على يمين التنس الرايت سايد. تمام، لو هو from 5 to 9 تمام يبقى ده reach number، فدي بنعملها plus a plus 1 ال sorry ال tens بتتعمل plus 1 فهتبقى approximated to a to 12. يعني ايه؟ يعني لو النمبر اللي في الديجيت اللي في الرايت سايد ليه البليس فاليو اللي انا عايز اعمل لها approximation من 0 to 4 فده بيبقى poor number، بتبقى الرقم اللي في التنس بليس زي ما هو وبنشيل اليونتس ونحط بدلها ايه 0. تمام، طيب النمبر اللي في الرايت سايد للتنس بليسز لو هو from 5 to 9 ده بيبقى اسمه reach number، فالنمبر اللي في التنس يونت تنس ديجيت بيزيد واحد adding one low. تمام، والديجيت اللي هي مش مطلوبة او اللي هي الوانس بتتحول تبقى ايه 0، فال17 هتبقى approximated to a to 12 وال12 هتبقى approximated to a to 10. تمام، ده بالنسبة للايه لليونتس. طيب انا عندي هنا بقى ال nearest hundredth وال nearest a وال nearest thousandth. طيب ال nearest hundredth، ال hundredth معناها ان هي two decimal a two decimal places. طب احنا بنعمل ليه approximation؟ approximation دي بتسهل علينا ان احنا نعمل deal with numbers with decimal points او deal with number في المنتال ماث او ممكن في الاديشن او في السبتراكشن، بنعرف نعمل استيميشن بيها. طيب لما اعمل approximation to the nearest hundredth معناها ان هي to the nearest 1 over 100 او to the nearest نفس ال value to the nearest 100. تمام، دي كده البليس فاليو اللي هي الايه ال 100. طبعا في فرق بين ال hundreds وال 100. تمام، طيب انا عايزه اعمل approximation للنمبر اللي هو 7.5346 to the nearest a to the nearest hundredth to the nearest a to the nearest hundredth. طيب انا عندي فين ال places بتاعتي او digits بتاعتي؟ دي ال units، دي ال decimal point، دي ال tenth، دي ال hundredth، دي ال thousandth، دي ال ten thousandth. تمام، طيب فين هنا ال hundredth عندي اللي هي ال 3؟ احط تحتها كده ايه شرطة واجي اشوف النمبر اللي هو علي منها كام 4. طب ال 4 دي less than 5 ولا from يعني poor ولا reach from 0 to 4 ولا from 5 to 9؟ لا، from 0 to 4 اللي هي ال poor a number، اقل من ال a less than 5، اقل من ال 5، يبقى دي كده poor number. poor number فهعمل ايه؟ الرقم ده هيبقى approximated ازاي؟ هنحط ال 7 زي ما هي وال decimal point زي ما هي وال 10th digit زي ما هي ال 5. ال 3 ده poor number يبقى ال 3 دي هتفضل زي ما هي، هحط ال 3
تمام وشكرا. ويتلغى كل النمبرز اللي في الديجيتس اللي بعد الايه اللي بعد الفري. طيب نمبر تاني 28.342 عايز اعمل لها approximation to the nearest hundredth. طيب فين ال hundredth؟ ده كده ال tenth، دي units، دي decimal points، ده ال tenth، ده ال hundredth، ده ال thousandth. تمام ادي ال hundredth، اجي اشوف الرقم اللي علي منها، ده poor number عشان اقل من 5. تمام يبقى هعمل الابروكسيميشن كده، اي رقم to the left side او على شمال الديجيت اللي انا عايز اعمل لها ابروكسيميشن هيفضل زي ما هو. ادي 28.3 وده poor number، يبقى دي هتفضل زي ما هي، هتبقى 4. هنكتب حاجة بعدها؟ لا خلاص، دي بي يعني will be cancelled. تمام طيب لو بقى equal to 5 or more يعني reach number، نشوف بقى هيحصل ايه. عندي 27.1271 فين ال hundredth digit؟ اهي ال 2، الرقم اللي علي منها اهو. more than a 5 or more يعني from 5 to 9، يبقى ده reach number، يبقى هتبقى will be approximated as 27 زي ما هي 0.1. دي هنعملها add 1 هتزيد 1، يبقى هتبقى 0.183 وال 71 will be a will be cancelled. تمام طيب اجي بقى ايه مثلا example تاني 4.75 5. اوكي فين ال 100th unit 100th digit؟ اهي. طيب الرقم ده كام؟ 5، يبقى ده reach a reach number، يبقى will be approximated as 4.7. تمام 4.7 وبعدين هنعمل ايه؟ ال 5 دي هتزيد 1 will be added by 1. تمام يبقى هتبقى 0.7 كام؟ 0.76. تمام كده؟ طيب نيجي نشوف اكزامبل كمان. عندي 0.995. تمام طيب انا عندي عايز اعمل له approximation to the nearest 100. فين ال 100th place؟ اهي اللي هي ال 9. طيب اللي على يمين ال 9 اللي هو الديجيت اللي على يمينها to the right side كام؟ 5، يعني reach a reach number، يبقى دي will be added by a by 1. طيب لو احنا عملنا add 1 هنا هتبقى دي كام؟ 10. تمام فال 10 في ال 100th place هتزود دي تبقى كام؟ تبقى 10. ومادام ال 10 في ال 10th place يبقى دي هتزيد هتبقى كام؟ هتبقى 1. يبقى الابروكسيميشن هيمشي كده، دي هتبقى 10، دي ده reach number، ال 9 هنزود عليها 1 هتبقى 10، 10 في ال 100th يعني 0.1، يبقى دي هتزيد 1 فهتبقى دي 10. ال 10 في ال 10th places معناها ان هي 1، معناها ايه؟ معناها 1، فهتبقى الابروكسيميشن هنا هيبقى كام؟ هيبقى 1. طب انا هكتب ال 1 ازاي؟ هكتب 1 بس ولا 1 وجنبها ديسمال بوينت و 0 ولا 1 وجنبها ديسمال بوينت و 2 0؟ لا، لما اجي اعمل ابروكسيميشن تو ذا نيرست 100 معناها ان لازم يبقى عندي بعد الديسمال بوينتس يبقى عندي 2 بليسز. طب ال 2 بليسز اساسا اوريدي ما فيهمش ارقام، يبقى احط 2 a 2 زيروز. تمام طيب اكزامبل تاني 36.997 عايزها approximated to the a to the nearest hundredth. ادي ال hundredth هشوف النمبر اللي علي منها 7، يبقى more than 5 يبقى reach number، يبقى 9 دي will be added by 1 تبقى 10، ال 10 يبقى دي be added by 1 هتبقى 10، يبقى ال 10 يبقى ال units will be added by 1 يعني دي هتبقى approximated تبقى 30 كام؟ 37 كده بس؟ لا 37.00. لازم نحط 2a 2 digits. طب لو هي to the nearest 10th يبقى هحط digit A واحدة بعد الديسمال A
بعد الديسيمال بوينت. تمام. طيب اكزامبل كمان 0.705 عايزه تو ذا نيرست 100th، هاجي عند الزيرو 100th بليس اهو، هنا اللي علي منها 5 يبقى ريتش نمبر، يبقى دي ويل بي ادد باي 1، يبقى الابروكسيميشن 0 بلس 1 هيبقى 1، يبقى 0.7871 71 100. تمام. طيب example كمان 14/1000 ده fraction، يبقى لازم احوله ايه؟ احوله decimal. طيب equal 0 point، هنا في كام؟ 0 3، يبقى المفروض يبقى هنا في 3a 3 places، طيب هتبقى 140، لا هي هنا 140 ولا 14 14، يبقى هنا في 0 1 4، عايزها to the nearest 100th. تمام. ادي ال 100th اهي، الرقم اللي علي منها 4 بور نمبر، يبقى هيبقى approximated as 0.01، هيفضل زي ايه؟ زي ما هو. تمام. عشان ده ال 4 بور ايه؟ بور نمبر. يبقى علشان احل fraction لازم احوله لايه؟ لازم احوله لديسيمال number عشان اعمله approximation to the nearest 100. طب لو عندي mixed number لازم احوله improper fraction وبعدين احوله يبقى decimal number عشان اعمله. يعني ايه؟ يعني مثلا example زي ده 2 and 13 over 200، ده يتحول ازاي؟ ده هنعمل كده 2 تمام و 13 over كام؟ over 200. ال 200 عشان تبقى 1000، الله طب انا ممكن اخليها 100، يبقى اعمل هنا divided by 2، هعمل هنا divided by 2، بس ال 13 عندي not divisible by 2، يبقى الاسلم ان انا اعمل times 5 فوق و times 5 تحت علشان في النيوميريتور والدونيميناتور علشان احولها، تبقى 2 وكام؟ 65 over 1000. طيب can be written as a decimal number or can be written as a decimal number 2.065. طيب فين ال 100th place اللي هي ال 6؟ النمبر اللي على ال right side بتاعها ال 5 ده rich number، يبقى دي will be added by 1 هتبقى approximated to 2.07. تمام. ده كان أول part من الليسون اللي هو الـ approximation أو approximating to the nearest 100th. البارت الثاني اللي هو approximating to the nearest 1000th أو 3 decimal A 3 decimal place. نفس الـ idea، نفس الفكرة. الـ 1000th اللي هو 0.001 or 1 over A 1 over 1000. تمام؟ طيب دي كده اللي هي ال 1000th A ال 1000th place value. تمام. طيب نفس الحكاية، قلنا هنشوف الرقم اللي to the right side بتاع ال digital 1000th، لو هو less than 5 يبقى ده poor number، فالنمبر اللي بيبقى في ال digit بتاعت ال 1000th هيفضل زي ما هو. أما لو كان النمبر اللي to the right side rich number يعني 5 or more، فهنزود 1 أو add 1 على النمبر اللي في ال 100th place. تمام. ويبقى ده الابروكسيميتد، ولازم النمبر اللي يطلع بعد الابروكسيميشن يبقى فيه 3 ديجيتس او 3 ديسيمال بوينتس موجودين. طيب نيجي نشوف اكزامبل. عندي 3.6452. تمام. فين ال 1000th place هنا اللي هي ال 5؟ نيجي نشوف النمبر تو ذا رايت سايد 2، يبقى poor number، يبقى ده will be approximated as 3 point، هنفضل نسيب الحاجة زي ما هي 6 4 5. طيب example تاني 12.5928، فين ال 1000th place هنا اللي هي ال 2؟ ال number to the right side 8 يعني rich number، يبقى دي will be added by 1، يبقى ده approximated as 12.593. okay.
نفس الحكاية اللي احنا قلناها على الـ mixed number. انا عندي 135 و 1,286 over 10 a 10,000. يعني can be written as a decimal number as 135 point. دي كام zeros 1, 2, 3, 4 يبقى هتتكتب, وهنا في 1, 2, 3, 4 يبقى can be written as 1, 2, 8, 6 after the decimal point. ده ال thousandth place, ال sixth reach number يبقى will be approximated as 135 point. ال 1 دي added by 1 يبقى تبقى 9. 1, 2, 8, 1, 2, 9. تمام. Will numbers approximated to the nearest thousands, the results should include a 3 decimal digits. لازم يبقى في 3 decimal decimal a decimal digits. تمام. طيب لو دي كانت 9 يبقى دي will be added by 1 هتبقى دي 10. ال 10 يبقى اللي بعدها will be increased by 1 هتبقى دي 130. طيب نيجي نشوف في questions كده بتبقى مكعبلة شوية. تمام. بتيجي ساعات أسئلة زي دي كده. question ده بيقول لي إيه؟ write down the smallest decimal fraction that includes only the digits 3, 6, 4 and 2. fraction decimal A decimal fraction يعني decimal number. تمام. مش نشوف كلمة fraction بقى نفتكر إن هي فيها الأوفر بقى العلامة اللي هي divided by ودي. لا, decimal A decimal fraction, لأن ال fraction it means part of a whole وال decimal same meaning يعني. تمام. طيب عايز ال smallest decimal fraction that includes only the digits 3, 6, 4, and 2. طيب مادام smallest يبقى اكيد مش هيبقى فيه whole number, يبقى ال unit places هتبقى كام؟ هتبقى 0. بعدين نحط ال decimal a ال decimal point. طيب بعد كده مادام smallest, تمام, يبقى هنبتدي ascending order. يعني ايه ascending order؟ يعني من ال smaller to the greater. هتبقى 2, 3, 4, 6 زي ما خدنا في junior 4 قبل كده. طيب بعد كده هو عايزها approximate that number to the nearest hundredth and to the nearest thousandth. هنعمل الاول to the nearest hundredth. فين ال hundredth عندي؟ اللي هي ال 3. طيب ال 3 to the right side في 4. ال 4 ده poor number. Poor number يبقى ال 3 it remains at it is. تمام. يعني هتفضل زي ما هي. تبقى will be approximated as point 2A23 كده to the nearest A to the nearest hundredth. okay. طيب ال 0.2346 same number طبعا to the nearest thousands. فين ال thousands place؟ اللي هي ال 4. ال number to the right side 6, the rich A rich number. يبقى ال 4 will be added by A by 1 يعني هتبقى 5. هتبقى will be approximated as 0.235 d to the nearest a to the nearest thousands. تمام. طيب example اللي بعده او question اللي بعده, write down the greatest decimal fraction includes 4 digits which are 5, 9, 2, and 7, then approximate that number to the nearest hundredth and nearest thousandth. طيب النمبر هيبقى كام؟ النمبر مادام greatest هيبقى 0 point. هنعملها بقى descending order يعني from the greater to the smaller. 9, 7, 5, 2 will be approximated to the nearest hundredth. فين ال hundredth؟ اهي ال 7. ده ال number to the right side, the rich number اللي هو ال 5. يبقى دي will be added by 1 increased by 1 هتبقى 0.98. طيب same number 9752 to the nearest thousandth بقى اللي هي ال 5. ال number to the right side 2, the poor number, يبقى will be approximated. فال 5 هتفضل زي ما هي, it will remains as it is, فهتبقى 0.9785 d to the nearest hundredth d to the nearest a thousandth. تمام. بعد كده نيجي للجزء بتاع الاستيميشن. زي ما قلنا
تمام. الاستيميشن دي عبارة عن ان احنا بنعمل approximation، بنستخدم الابروكسيميشن علشان نعمل استيميت، او ان احنا يعني نعمل كده mental math نقدر بيها النمبرز اللي قدامنا ونعمل بيها operations على النمبرز. تمام. طيب بيقول لي هنا، يعني عندي هنا بيقول لي باس امبوت اكزامبل، باس امبوت سام ستاف فروم ا شوبينج سنتر. باسم اشترى شوية حاجات من الشوبينج سنتر. تمام. اشترى ميت with 94.75 pounds، fruits 22.5، chicken 56.25، soap 15.75. تمام. vegetables 15.25، clothes 150.25. تمام. هنعمل ايه؟ هنعمل هنا approximation تمام للبرايسز دي او للاسعار دي to the nearest pound، to the nearest LE تمام، اللي هو الايجيبشن ايه، ايجيبشن باوند، علشان نقدر نجمع الارقام. تمام. طيب انا عندي هنا اول واحدة 94.75 to the nearest LE، معناها to the nearest unit. طب فين اليونت عندي اللي هي النمبر اللي هو قبل الديسمال بوينت على طول؟ طيب نشوف اللي علي منها هتبقى كام. 7، يبقى تاريخ نمبر، يبقى دي will be increased by 1، يبقى دي هتبقى 95. اللي بعدها ده poor number 2، يبقى دي هتبقى remains as it is، هتبقى 56 pounds. هنا دي 15.25 ال 2 poor number، فدي will remain 15. الفروتس 22.5، الفايف دي ريتش نمبر، فدي هتبقى 28 23. بعد كده هنا السوب السفن دي ريتش نمبر، فدي هتبقى 16. هنا 150.25، التو بور نمبر، فالون ويل بي الزيرو ويل بي انكريز تو بي 1، بعد سوري ويل ريمين، فهتبقى 100 50. لو دي مور ذان، لو 5 ام مور، تبقى 100 51. بعد كده هنعمل له ادنج عادي 95 plus 56 plus 15 plus 23 plus 16 plus 150 around the cam 350 55. طيب دي كده الاستيميشن اللي احنا عملناها. طيب التوتال بقى as the receipt موجوده في الريسيت تماما، ان لو احنا عملنا adding للنمبرز with decimal points تمام with decimal fractions هتطلع في الاخر التوتال 354.75. لو جينا عملناها النمبر اللي هو الاكزاكت نمبر، عملناها approximated to the nearest pound او to the nearest unit، فهنا ال 7 دي ريتش نمبر، فدي هتبقى 355. يبقى كده الابروكسيميشن بتاعي تمام طالع، او الاستيميشن بتاعي الاستيميتد توتال طالع زي الاكزاكت A او الديفينيت توتال بتاعي اللي هو ال 354.75، هو نفسه ال 350 A 55. تمام. يبقى ده الاستيميشن احنا بنستعملها في ايه، بنستعملها في كده ونشوف نعمل كومبيرنج بين الاستيميشن اللي انا عملته وبين الحاجه السم الريل سم بتاعي اللي انا عملته بالديسيمال فراكشنز، ونشوف هي زي بعض ولا بعيد عن ايه، ولا بعيد عن بعض. ده كان ده كده الدرس اللي هو الليسون الاولاني اللي هو الابروكسيميشن تو ذا نيرست 100 تو ذا نيرست 1000. يا رب يكون وصلت الفكره، وربنا معاكم ان شاء الله. السلام عليكم.